وسبحان الله هذا غريب، انتكاسة عظيمة. لماذا لم يجعل الرجال يدرسون الرجال والنساء يدرسون النساء؟ كل هذا من أجل بذور الفتنة والعياذ بالله والشر والبلاء، حتى يجعلون شعوبهم بهائم لا تحس بشيء، لأن الإنسان إذا لم يكن له هم إلا بطنه وفرجه فسلم عليه، انتهت بشريته وآدميته وصار بهيمة تماما لا يطلب إلا إشباع الرغبة والشهوة والعياذ بالله. وأعداء المسلمين يريدون من المسلمين أن يكون هكذا، أن يكونوا هكذا، لا يريدون أن ينفرد الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال، لا، يريدون من الأمة الإسلامية أن تبقى أمة شهوانية ليس لها إلا هذا الحق من دنياها والعياذ بالله. فنسأل الله أن يهدي ولاة أمورنا لما فيه الخير والصلاح. ونحن نتكلم ليس عن المملكة السعودية، والحمد لله المملكة السعودية لا تقرها، لكن نتكلم هذا الذي اتصل بنا من بلد آخر، نسأل الله لنا ولهم الهداية. لم يأتي وقت السؤال. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حاء، وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروقهن ما يعرفن من الغلس. قول إن كان رسول الله لا يصلي، إن هذه مخففة من الثقيلة، وعلى هذا فتكون الجملة جملة ثبوتية وليست جملة نفي. والدليل على أنها إن المخففة اقتران اللام في قول لا يصلي. وفيه من الفوائد أن النساء ينصرفن من صلاة الصبح متلفعات بمروطهن. المرط شبيه بالعبات، والتلفع يعني التلفع، وما يعرفهن أحد من الغلس، يعني لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبادر بصلاة الصبح، مع أنه كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، وينصرف النساء ما يعرفن من الغلس. وفيه أيضا يعني على أنهن يبادرن بالقيام، لأنه من المعلوم أن الناس إذا بقوا يذكرون الله ويقرؤون ما يقرؤون من الأوراد بعد الصلاة لا بد أن يكون نور النهار قد انتشر. حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. اللهم صل وسلم. هذا فيه دليل على حضور الصبيان إلى المسجد، لأن الظاهر أن الصبيان مع أمهاتهم، فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاتي، يعني يسرع فيها كراهية أن أشق على أمه. وهذا والله حسن الرعاية، أن يكون الإنسان مهتما بشؤون من هو إمامه. وفيه دليل على جواز تخفيف الصلاة إذا حدث ما يوجب ذلك. وهل يؤخذ من ذلك انتظار الداخل إذا دخل مراعاة له ليدرك الصلاة؟ فقهاء رحمهم الله قالوا نعم، وأنه يسن
انتظار جاهل ما لم يشق على مأمور. وهذا له أصل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى من صلاة الظهر من أجل أن يجتمع الناس. فالصواب أنه إذا أحس الراكع الإمام، إذا أحس الإمام الراكع بداخل الصلاة أنه ينبغي له أن يتأنى قليلا، بشرط أن لا يضر على من كان معه، لأن من كان معه أحق بالمراعاة من الداخل. ولكن لا ينبغي للداخل أن يحدث ضوضاء أو أصواتا أو تنحنحا أو يقرأ قول الله تعالى اصبروا إن الله مع الصابرين، هذا لا ينبغي. إنما يعني يمشي على عادته وعلى طبيعته، والإمام إذا أحس بذلك ينبغي له أن يتأنى قليلا ليدرك الركعة، ولا سيما إذا كانت هي الركعة الأخيرة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة أو منعن؟ قالت نعم. هذا في عهد عائشة، أحدث النساء في عهد عائشة ما لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولعل ذلك في التوسع والتبرج والتطيب وما أشبه ذلك. تقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ذلك لمنعهن. فهمت هذا من أي وجه؟ من وجه أن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، ثم لها أصل. قال النبي عليه الصلاة والسلام أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا إيش صلاة العشاء، فمنع المرأة المتطيبة أن تأتي وتحضر المسجد. فإذا كان النساء في عهد عائشة رضي الله عنها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أحدثن ما يوجب المنع، لم نقل إن هذا الذي قالته عائشة اعتراض على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم لوجهين. الوجه الأول أنه قال أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء، وهذا منع. والثاني القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية، القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي جلب المصالح ودرء المفاسد. درء المفاسد لا يمكن أن تأتي الشريعة الإسلامية بشيء مفسدته خالصة أو راجحة أبدا، والأشياء إما أن تكون مصلحة خالصة أو راجحة أو مفسدة خالصة أو راجحة أو يتساويان. فالأقسام كم؟ خمسة. ما كانت مصلحته خالصة أو راجحة فهو مما جاءت به الشريعة، وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة فهو مما نهت عنه الشريعة، وما تساوى فيه الأمران فدرء المفسدة أولى من جلب المصلحة. نعم. نعم يا سليم. كل واحد له وجهة نظر. المسلم رحمه الله يريد أن يسوق الطرق كلها، طرق الحديث، حتى يبقى الحديث بجميع طرقه أمام القارئ والمستمع. والبخاري رحمه الله يعتني بالأحكام المستنبطة من الحديث، ولهذا ربما تجد حديثا واحدا يجعله في أربعة أبواب خمسة أبواب أكثر. نعم، فلكل طريق. نعم. قول عائشة رضي الله عنها. نعم. لعمرة أو منين؟
وقال عائشة فت. نعم قلت لعمرة الراوي عن عمرة ما هي عائشة. نعم شيخ مما يعلل به أولئك الدائمة الاختلاط في الدراسة في تلك الدول يقولون ذلك أدعى لكي يقل الفساد حيث أنه تنمو البنت مع الولد في جو من الاعتياد مثلا يخفف مثلا من الرغبة. أسألك أنت الآن أتؤمن بهذا أو لا؟ أؤمن إذا كنت لا تؤمن ليش يجيبك؟ عشان الرد على ليش يجيبك؟ يعلنون بذلك. لا 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 والله يعلنون. المهم عللوا بذلك أنت علة في الواقع أنت العلة. المسائل اللي هي معقولة لا تجيبها عندنا المجلس أبدا. هذه مين معقولة؟ فتى إذا جنب فتاة حرارتها وحرارته ممتزجة ولا في الشعر سبحان الله. أليس الكفار يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله أصنامهم؟ لا تأتيني بمثل هذا أبدا. إن فعلت أقيمك من المجلس. نعم. باب صلاة النساء خلف الرجال. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. هذا سبق الحديث وفيه دليل على أن موقف النساء خلف الرجال وهو كذلك، ولكن في حال الزحام والكثرة كما يوجد في المسجدين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي لم يوجد صف من النساء أمام الرجال، فهل نقول إن صلاة الرجال خلف النساء لا تصح أو نقول بالصحة؟ فقهاؤنا رحمهم الله يقولون بالصحة ويقولون صف تام من النساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال. صف تام من النساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال، ولا يسع الناس الآن العمل إلا على هذا. أما في حال الاختيار فلا يمكن أن يتقدم النساء على الرجال، لكن في حال الضرورة لكل حال حكمها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. نعم هذا بناء على أن المرأة تكون خلف الرجل حتى لو كانت زوجته أو أمه أو أخته فإنها تكون خلفه، لأنه لا موقف للنساء مع الرجال بل هن مؤخرات كما أخرهن الله عز وجل. لكن هذا نعمة من الله عليهن، إذا صلنا خلف الرجال حينئذ تعتقد المرأة بأن القيام للرجل عليها وتعترف بفضل الرجل، ولا ضر النساء اليوم إلا أنهن لا يعترفن بفضل الرجال عليهن ويقولون بالتسوية تسوية الرجال والنساء، فلهذا ضاعت النساء. ولكن الحقيقة الموافقة للشرع والقدر أن المرأة مؤخرة عن الرجل وأن وظيفتها وحالها تقتضي ذلك، ولهذا كان من نعمة الله عز وجل أن تعترف المرأة بمنزلتها التي أنزلها الله فيها وأن يعترف الرجل بمنزلته التي أنزله الله فيها. نعم بارك الله فيكم. حصل بأنه في أحد المعاهد الشرعية
بأنه دخل يعني بعض الرجال يدرسن النساء، فلما نصح هؤلاء الإخوة يعني قالوا وعللوا بأن هذا للحاجة وأنه لا يوجد نساء يدرسن هذه المادة. نعم. فهل هذه الحاجة يعني علة حقيقية لجواز هذا الأمر؟ ما قد تكون حقيقة، لا يوجد مدرس يدرس هذه المادة إلا رجل، لكن في هذا الحال يجب أن الرجل يبتعد عن مشاهدة النساء فيجعل بينه وبينهن حاجز حتى لا تتعلق النساء بشخصيته، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يعني لو فرضنا أن الطالبات كلهن محتجبات حجاب شرعي، ونعني بالحجاب الشرعي ما يغطى به الوجه، ترد وجوههن وهو أمامهن، لا بد أن يرينه. لكن خير شيء أن يجعل بينهن حاجز، بينهن وبين الرجل حاجز حتى لا يحصل تحصل. لكن المشكلة الآن اللي ذكرت لكم قبل قليل، يقول فيه رجال ونساء متساوون في العلم، فاختيرت النساء لتدريس الرجال والرجال لتدريس النساء، هذا القلب والعياذ بالله. شيخ بارك الله فيكم، الحاجز هذا على الوجود أم أنا أرى أنه على الوجوب، أرى أنه على الوجوب، لأننا في وقت فتنة. ولا من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى النساء وعدهن يوما يجيء إليهن، وجاء إليهن وعدهن ولم يجعل حاجبا، لكن الرسول ما الظاهر أن معه أحد من الصحابة، ثم الرسول ليس كغيره. أما وقتنا هذا فلا بد من الحاجب، حتى لو فرضنا أن المعلم بريء براءة الذئب من دم يوسف، فإن النساء يخشى منهن الفتنة. الآن بعض الفتيات يكون فيهن عشق لبعض المعلمات حتى يستولي حب هذه المعلمة على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أول ما يدخل الشيطان يقول هذه محبة في الله، ثم تكون محبة مع الله، فكيف عاد إذا كان رجلا؟ نعم. طه بعض أهل العلم ذكر أن الصبي لا يصاب الرجال إلا إذا كان مميزا، لأنه إذا كان مميزا ولا بالغا؟ أنا قرأته مميزا فلعلي وليس، قال لأنه إن لم يكن مميزا فلعله يصلي وهو يعني على بدنه أو ثوبه نجاسة أو على غير وضوء فيقطع صف الرجال. لا، هذا ليس بصحيح. أما الصبي الذي لم يميز فأصلا ما هو بالصلاة ولا تصح صلاته، اللي غير مميز. وأما إذا كان مميزا يعرف الصلاة ويجي يحضر ويصلي مع عبيد فهذا صلاته صحيحة ولا يقطع الصلاة. نعم. ها؟ نعم. مر علينا هذا، ألم مر علينا هذا؟ يقول كيف نجمع بين كون الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الفجر بغلس ويقول أسفر بالصف فإنه أعظم للأجر؟ الجواب على هذا أن الجمع بينهما سهل، معنى أسفر به أي لا تتعجلوا قبل أن يتبين الإسفار، هذا وجه. الوجه الثاني أطيلوا القراءة، أطيلوا القراءة حتى يتبين الإسفار. ما انتهى الوقت شيء؟ لا، باقي ثلاث دقائق. باب سرعة انفراط النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد. في الحديث الأول قمت ويقيم الخلفة فيه دليل على جواز مصافة الصبي، لأنه لا يكون يتيما إلا إذا كان قبل البلوغ، وهذا في النفل ظاهر، السنة صريحة فيه، لكن هل يكون ذلك في الفرض أيضا؟ الصواب نعم، أن مصافة الصبي صحيحة حتى في البريد، لأن الأصل أن ما ثبت في النفل
ثبت بالفرض إلا بدليل. وهذه القاعدة يجب على طالب العلم أن يعرف أصلها حتى يكون على نور من الله. أصل ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به قالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فاستثنوا هذا لأن لا يقول قائل إذن المكتوبة كالنافلة تصلى على راحلته. وهذا أمر مهم أن يقال ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. يبقى عليه هل يجوز أن يكرر الإنسان الآية في الفريضة كما كررها النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة، فإنه جعل يقرأ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يكررها حتى الصباح. بناء على هذه القاعدة نقول الأصل نعم، الأصل نعم، لكن من تتبع ما نقله الصحابة عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يجد أنه كان يكرر. لا تكون هذه قرينة على أن الفريضة هنا ليست كالنافلة. وكذلك يقال في السؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية الوعيد والتسبيح عند آية التسبيح هذا ثابت في النفل كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، لكن هل نقول هذا أيضا يكون في الفريضة؟ على القاعدة نعم وهو كذلك، لكن الذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه كان يسأل في صلاة الفريضة عند الرحمة أو يتعوذ عند آية الوعيد أو يسبح عند آية التسبيح، فهذه قرينة تدل على أن الفرض في هذه المسألة ليس كالنفل. لكن لو فعل هل يبطل الفرض أو لا؟ من العلماء من قال إنه ينهى عن ذلك الفرض، ومنهم من قال إنه لا بأس به، وهذا هو المشهور عند أصحابنا رحمهم الله أنه يجوز له التعوذ عند آية الوعيد والسؤال عند آية الرحمة والتسبيح عند آية التسبيح ولو في الفرض يجوز، لكن في النفل في صلاة الليل يستحب. انتهى الوقت يا خالد. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة: باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. حدثنا يحيى بن موسى. كملنا رجعنا الجمعة. كيف الباب الجمعة؟